رجعت لكم عن جديد لنحكي عن آخر الأخبار والقوانين المتعلقة بفيروس كورونا. هلأ بالفترة الماضية كان الوضع العام مستقر وكان في انخفاض ملحوظ بأعداد الإصابات بشكل عام، لكن كان في بطء بحملة التلقيح، وهالشي بسبب أنه في كتير أشخاص حجزوا مواعيد لكن للأسف تخلفوا عن هاي المواعيد، وبالتالي ما تلقوا اللقاح وحرموا أشخاص تانيين من الحصول عليه. وحتى أنه في أحد الأحزاب اقترح بفرض غرامة بقيمة 30 يورو على أي شخص بيحجز موعد وبيتخلف عن حضوره. وبنفس الوقت في حزب اقترح على الحكومة منح مكافأة مالية بقيمة 100 يورو لأي شخص بيتلقى اللقاح، وهالشي لتحفيز فئة الشباب على التطعيم. أما بخصوص تخفيف القيود فعم بيكون بشكل بطيء وحذر، وهالشي بسبب الخوف من انتشار النسخة الهندية المعروفة باسم دلتا. وبناء عليه قررت حكومة ولاية برلين إلغاء شرط ارتداء الكمامة اللي هي الـ FFP2 أثناء التسوق فقط، أما بقية مناحي الحياة رح تظل مفروضة، لكن حالياً أثناء التسوق ارتداء كمامة العمليات المعروفة باللونين الأخضر أو الأزرق رح يكون كافي حالياً. وتم إلغاء كافة القيود المفروضة على اللقاءات الشخصية والعائلية، يعني بكل بساطة صار بيقدر أي عدد من الأشخاص يلتقي ضمن منزل واحد. وبالعودة للحديث عن الفيروس المتحور دلتا النسخة الهندية، شركة بيوينتك قدمت طلب للحصول على ترخيص من أجل منح لقاح ثالث، وهالشي لتعزيز مناعة الجسم ضد النسخة المتحورة، وغالبا راح تبلش التجارب على هاي الجرعة الثالثة خلال الفترة المقبلة. وبشكل تدريجي صار في مناشدات أو مطالبات من جهات صحية بمنع الأشخاص الغير مطعمين من السفر خارج البلاد، خوفا من أنه يجربوا معهم فيروسات كورونا من الخارج. وتم فرض حجر منزلي صحي على الأشخاص العائدين من مناطق إصابة مرتفعة مثل إسبانيا، اعتبارا من يوم الأحد أي شخص راجع من إسبانيا راح يخضع للحجر المنزلي الصحي. ونصيحة، أي شخص بيقدر يحصل على اللقاح لا يستنى، لأنه بالفترة الجاية ممكن يصير دفتر الأصفر أهم من الهوية أو من جواز السفر بكثير أماكن التسوق السفر وغيره. وبالنهاية بتمنى تضلوا بصحة وخير، احموا أنفسكم واحموا المحيطين فيكم من خلال التقيد بقواعد الحماية من الفيروس. كان معكم حارث مقداد.